فنجان من القهوة أو الشاي وقطعة من الخبز، الإفطار الذي يعتبر عادياً اليوم، لكن العالم سيفتقده سنة 2023، أسوأ عام عرفته البشرية على الأبواب. الجوع سيتمكن من 100 مليون شخص، والأمين العام للأمم المتحدة يطلب من العالم الاستعداد لكارثة بشرية تفوق كل الكوارث التي حدثت من قبل. وفي الجانب الآخر يبتسم الحظ للمغرب والمغاربة لكونه المنقذ الوحيد أمام العالم، كنز هائل داخل أراضيه سيجعله يتحكم بأقوى الدول ويربح المليارات من الدولارات، كما سيترك الأوروبيون منازلهم وبلدانهم ويتوجهون نحو المغرب. فكيف سيحدث ذلك؟ وما هي الثروة الكبيرة التي تنتظر المغاربة؟ قناة ونيس، اشتراكك هو أكبر دعم لنا. لا يخفى على أحد الوضع الحالي، الحرب التي قلبت موازين العالم رأسا على عقب وانعكست تأثيراتها على مختلف دول وأقاليم العالم، ارتفاع صاروخي في الأسعار ونسبة التضخم لا تصدق، والقارة الأوروبية أمام التحدي الأكبر، شتاء الجحيم والموت جوعا. بعد قطع الغاز الروسي على القارة الأوروبية بدأت الأزمة الحقيقية تندلع بدون توقف، فحسب دراسات القارة العجوز لا تتوفر على ما يكفيها للتدفئة من قساوة البرد هذا الشتاء، ولن تجد بديلا على الغاز الروسي. وبينما كان هذا المشكل هو الشغل الشاغل لأوروبا، ظهرت المشكلة الأكبر التي زادت الطين بلة وأوقفت دقات قلب الأوروبيين، الأسمدة التي لا يمكن للأرض إنتاج المحاصيل بدونها أصبحت غير متاحة وإنتاجها غير وارد. أزمة الأسمدة، والمغرب هو المنقذ. لا حياة بلا ماء ولا زراعة بلا أسمدة، فهي المزود الغذائي والرئيسي للمحاصيل ضماناً لنموها بشكل أفضل، ويرجع لها الفضل في نصف ما نأكله اليوم، وهي تؤثر بشكل مباشر على نظام الغذاء العالمي، وكلما زاد ثمنها ارتفعت الأسعار. وخلال السنوات الماضية كانت روسيا وبيلاروسيا من بين المنتجين الأساسيين للأسمدة بنسبة تصل إلى ثلث احتياجات العالم، وبسبب الحرب والعقوبات التي فرضت عليهما توقف هذا التدفق. أما إذا أرادت أوروبا إنتاج الأسمدة وتوفير البدائل فهي بحاجة إلى الغاز الروسي، فتصنيع الأسمدة يعتمد على الغاز بنسبة 90%، لتجد أوروبا نفسها بين نارين كل منهما أشد قسوة من الأخرى، البرد القارس والموت من الجوع. وفي الأسابيع القليلة الماضية أوقف العديد من المصنعين للأسمدة الأوروبيين إنتاجهم، وذلك بسبب قلة الغاز وارتفاع تكاليف الإنتاج. ولا نتحدث هنا عن شركات صغيرة لم تتحمل الغلاء، بل أضخم شركة للأسمدة في العالم وهي شركة يارا ومقرها بالنرويج، وأكبر شركة في بريطانيا وهي شركة سييف، وكذلك المنتجين الرئيسيين للأسمدة ببولندا، الذين أوقفوا الإنتاج مؤقتاً إلى حين مرور الأزمة، لتظهر الدراسات الألمانية التي تؤكد أن أزمة الأسمدة ستسبب بمجاعة لمائة مليون شخص. ويتوقع رئيس برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي أن 2023 سيكون أسوأ عام عرفته البشرية، ويطلب الأمين العام للأمم المتحدة من العالم الاستعداد لكارثة بشرية ومجاعة تفوق كل الكوارث التي حدثت من قبل. فسيشهد العالم ارتفاعا صاروخيا في الأسعار وانعدام للعديد من المنتجات، لتبدأ رحلة البحث عن الحل قبل فوات الأوان، وتتوجه أنظار العالم كله إلى المغرب، الكنز الدفين المنقل. يمثل المغرب حالياً 40% من واردات أوروبا من الفوسفات، الرقم الذي بدأ يرتفع بشكل صاروخي منذ بداية الأزمة، فالفوسفات هو المصدر الطبيعي للفوسفور الذي يوفر الاحتياجات الغذائية للنباتات ويشكل المكون الأساسي للأسمدة، وهو بالفعل أساس الحياة. ورغم أن المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث إنتاج الفوسفات بعد الصين، إلا أنه يمتلك أكبر احتياطي للفوسفات في العالم ويتجاوز بفارق كبير جميع الدول، والأهم أن الجزء الأكبر منه لم يسبق استغلاله أبداً، حيث يمتلك حوالي 70% من إجمالي الاحتياط العالمي، أي بما يقدر بخمسين مليار طن. ومن المتوقع نفاذ هذه الثروة في الصين ثاني احتياطي عالمي خلال 24 عاماً فقط. أما الهند وروسيا فقد وضعت الدراسات حداً أقصى لنفاذ الفوسفات منها خلال 29 عاماً، والمخزون الأمريكي خلال 36 عاماً.
ليظهر المغرب هنا بصفة المنقذ للعالم، إذ أن الحد الأقصى لنفاذ هذه الثروة بالمملكة يقدر بحوالي 1550 سنة، مما سيجعله المتحكم المستقبلي في موازين الاقتصاد العالمي. وقد بدأ بالفعل، فخلال الربع الأول من 2022 فقط سجل المغرب مبيعات بقدر 24 مليار يورو، بزيادة قدرها 77% مقارنة بالعام الماضي خلال نفس الفترة. وبهذا فإن المستقبل أصبح واضح، المغرب يدخل عالم الكبار من بابه الواسع، جميع الدول ستصبح من المتحالفين معه. ويجدر الذكر أيضا أن المغرب يعمل على مشاريع لتحويل الفوسفات إلى حمض الفوسفوريك الذي يستخدم في كل شيء من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل وعلف الحيوانات والإلكترونيات، وهذا بهدف توسيع أرباحه، مما يؤكد دون أدنى شك أن ملايير الدولارات في انتظار المغرب والمغاربة. كما أن دور المنقذ لا يتمثل في امتلاكه الفوسفات فقط، بل كونه الوجهة الأولى للأوروبيين الفارين من الجوع وقساوة الشتاء. وتؤكد الدراسات أن العالم على وشك مشاهدة هجرة أوروبية إلى المغرب، مما يعني أن القوارب التي كانت تحمل أفارقة الفارين من الفقر إلى أوروبا قد تحمل في عودتها الأوروبيين الفارين من قساوة البرد والجوع إلى المغرب. نظراً لموقعه الاستراتيجي واعتدال مناخه، وخاصة توفر الفوسفات، مما يعني توفر الأكل بثمن أقل ارتفاعاً من القارة الأوروبية العاجزة. وستكون غالبية المهاجرين من صفوف المسنين المتقاعدين والعائلات الماسورة التي لن تتحمل قساوة البرد والظروف. وبهذا فإن المغرب يستعد لتطور اقتصادي خارجي وداخلي ضخم جداً، ويتوقع قبل 2025 أن تتغير موازين القوى في العالم، ولما لا تكون هذه الثروة فرصة لتحقيق حلم اتحاد الدول العربية وعودتها إلى سابق عهدها. فعلى ضرار المغرب، جميع الدول العربية غنية بالثروات المتمثلة في النفط الذي يحقق العرب ثلث احتياجات العالم منه، وكذلك الغاز الطبيعي الذي يصل مخزون العرب منه ما يقارب 55 تريليون مكعب، وهو ما يوازي 30% من مخزون العالم أجمع. أما زراعياً فالأراضي الصالحة للزراعة تبلغ أكثر من 600,000 كيلومتر مربع، والفوسفات المغربي الذي سيضعنا في أعلى الترتيب العالمي. أما الناتج القومي والميزانية، فإجمالي الدخل القومي للدول العربية مجتمعة يقترب من حاجز 6 تريليون دولار، ما يجعل العرب في المرتبة الرابعة عالمياً، ويعني وصول معدل الدخل الفردي لما يقارب 7,500 دولار. دون أن ننسى الجانب العسكري، الذي قد يكون أقوى جيش عرفه التاريخ والأكبر عدداً في حال اتحاد العرب، وكذلك الأموال من المليارات التي لا تدعم سوى اقتصاد الغرب والأحق بها هم الشعوب العربية. كان هذا الاتحاد منذ سنين حلماً بعيداً عن الواقع، غير أن اليوم أمام فرصة حقيقية. وبرأيكم، إلى أين يتوجه اقتصاد المغرب بوجود هذه الثروة بين يديه؟ وهل يمكن للعرب استغلال هذه الظروف؟ وهل ستتحقق أمانينا ذات يوم لنعيش داخل دول عربية قوية واتحدة فيما بينها؟ شاركونا رأيكم في التعليق. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.